أسرعت بتحطيم أعز 3 أعمال على قلبي، ولا زالت بقاياها موجودة إن شاء الله ما أتلفها أبد، أظل أحتفظ بها طول عمري حتى أذكر نفسي وأذكر الأجيال بأن أعداء الجمال هم من دفعني إلى تحطيم أعمالي. ما نستطيع إحنا المقاتل يرد علي بمواجهته بالحرب بسوح المعارك، وإحنا نواجه داعش بما نمتلك من أفكار نقدر أن ننميها ونوعي شعبنا بمقاومة هذا الفكر الخرب.